مجال الابتكار وأحدث التكنولوجيا التي يعرفها هي السياسة الجديدة في خلق الذي ينظم. جد سعيد بتواجدي مع الابتكار المفتوح في مجال العامون السادة المدراء إطارات. هذا البرنامج الطموح الذي سيتطرق إلى 5 مواضيع جد هامة، ألا وهي الشمول المالي والتعليم المالي، الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات الدفع، أمن وحماية البيانات، التكنولوجيا التأمينية، التمويل والاستثمار المستدام. اليوم المؤسسة المالية، البنوك، شركات التأمين أيضا عندها العديد من تحديات التقنية، وتحاول أنها تجد كفاءات على المستوى الوطني لمختلف هذه المشاكل، ولذلك فتنظيم مثل هذه المسابقات إن شاء الله راح يمكن أننا نجمع بين الاثنين، بين المؤسسات المالية لا سيما البنوك وشركات التأمين، وبين أصحاب المشاريع اللي قدموا حلول في هذا المجال من خلال إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بنا اللي هي ديزاد حاضنتك، والتي تخص البرنامج الجزائري للابتكار المفتوح، حيث سيكون التسجيل عبر 2 أسبوع، فيما بعد يتم انتقاء المؤسسات الناشئة المؤهلة للخوض غمار هذا البرنامج. بعد ذلك سيكون مرحلة تسريع عن بعد خلال 2 أسبوع مع لجنة علمية مختصة، وبعد ذلك سيتم تنظيم هاكاثون خلال 2 يوم حيكون عن قرب هنا في الجزائر العاصمة، وبحلول 30 أكتوبر إن شاء الله سيكون اليوم النهائي.